يعني عشان ننجح البطولة، عشان يعني نكون في منافسة شريفة بيننا ونكون مبسوطين كلنا. الحمد لله وشكر لله، كانت بطولة ناجحة، بطولة ممتازة، جدا سعيدين كنا اليوم تواجدنا مع اخواننا الاماراتيين، اخواننا الفرسان العرب، كلهم ادوا اداء ممتاز واداء رائع. انا جدا سعيد معهم هنا، وان شاء الله باذن الله كل بطولة تكون احلى بالثانية ان شاء الله. كيف عم تشوف مستوى الفرسان وخيولهم العرب اللي متجمعين هون في هالبطولة؟ والله مستوى كبير، كل الفرسان على اكبر مستوى هنا، كل الخيول ممتازة، كل الفرسان في التطور. انا ما اشوف في فارس واحد في البطولة هذه مستواه يعني متواضع او مستوى مو كويس، اشوف كل الفرسان مستواه ممتاز. وانا اقول لك يعني بالمستوى اللي يعني الحواجز كلها مقفلة على اخر عين، يعني كلها 160 اليوم. فانا اشوف ان فرسان العرب ينافس فرسان اوروبا كلهم، يعني ما اشوف انه يقلوا عن فرسان اوروبا ابدا، بدليل انه انا فرستي اللي انا جيت فيها ثاني بطوله العالم 6 اسابيع اصلي معها، يعني ما في فارس يعني في تاريخ الفروسيه كلها قدر انه حتى 6 شهور انه يقدر يتفاهم مع حصان ويجيب ميداليه بطوله العالم. فارس زي رودجر بيربوم افضل نتيجه سواها في بطوله العالم الرابع، ومعه احسن خيل في العالم وافضل تجهيز وخيول معاه سنين. فالحمد لله شكرا لله اثبتنا لهم انه احنا افضل منهم في الاداء، افضل منهم في الركوب، وفي 6 اسابيع نقدر نتفوق عليهم وبخيول اقل من خيولهم. فالحمد لله وشكر لله، انا جدا سعيد وفراستي سلدانه ان شاء الله. ما اقدر اوعد ولا اقدر اقول انا حسويها، بس ان شاء الله الفروسيه العربيه حيكون عندها ميداليه ذهبيه في اولمبياد لندن وبطوله العالم الجايه، وان شاء الله في كاس العالم.